よう、みなさん、元気ですか？こちら、眠りのクドーフ。チャンネル、おちんち、クドーフです。ورجعتكم اليوم مقطع يتكلم عن نظرية جديدة في الساحة الكنانية. سا حجي مرزوق. ذكرت مقطع سابق لي بمقطع تصريحات أياما سنسي عن كلمة وهي نيو تايب. شنو يعني نيو تايب؟ باختصار نيو تايب يعني المرحلة المتقدمة أو المتطورة وصل لها الإنسان، يعني نوع نمط نموذج جديد من البشر، يعني نموذج بشري جديد، يعني حواسه الإدراكية والجسمية وتفكيره وحركاته وردود أفعاله وقوته إلى آخر، قد وصل المرحلة المتقدمة، يعني متطور أكثر من الإنسان العادي. وهذا هو موضوع اليوم. بداية بتكلم عن نظرية سابقة قلتها بالتويتر في 2015 على حسابي قبل سنتين، يعني عن شيء مثل هذا اسمه الحاسة السوداء. تكلمت فيها عن أعضاء المنظمة اللي يملكون مثل هالتطور أو التقدم. قلت إن فيرموث عنده لكن هي ما عنده، استنادا للشخصية اللي تمثل فيرموث في أنمي موبيل سوت غاندام، كيشيريا زابي. كيشيريا زابي مو نيو تايب ولا أول تايب، يعني ما هي نموذج جديد ولا هي نموذج قديم ولا حتى جين، لكن جين داهية وفيرموث ذكية، هذا لا خلاف عليه. بس نيو تايب الفعليين هم شينكي، آكاي، عمرو. شفيهم هذول يا كدوب؟ هذول سلمك الله عندهم ميزة، وهذول تطلق عليهم اسم نيو تايب أو النموذج الجديد. شينكي نموذج جديد أو نيو تايب، ليش؟ بداية في حلقة 76 أو تشابتر 158 كونان شعر أو حس بحضور كايتو كيد، حس إنه موجود. لا تقولي تأثيرات وبهارات عشان يعني المشهد يكون حلو نفس ون بيس بتوي أنيميشن، ما يصير، لأن الشيء طلع بشكل واضح. والسالفة ما طلعت بس مرة، طلعت أكثر من مرة. في حلقة 343 إلى 344 تشابتر 428 يوم صديقة ران متورطة بقضية سرقة وران تبي تساعدها بس مو قادرة، نادت شينتي من داخلها. شينتي تاسكتي؟ ما استخدمت لا إيميل لا تليفون لا جوال لا حمام زاجل ولا شيء، بس كذي حست إنها تبي شينتي، يعني كأنها تنادي من داخل، كأنها استخدمت التخاطر. فيوم قالت بداخلها شينتي، على طول كنا نفز وقال ران. برضو في حلقة 411 إلى 412 تشابتر 491 إلى 493 يوم كنا نعرف حل القضية، حس بران فجأة وهو ما يدري إن ران وقتها بخطر، لكن فجأة جت تباله وحس فيها. أعتقد هالأدلة كافية لإثبات إن كونان مو طبيعي، فاستنتجت إن كونان يو تايب، يعني إدراكه وحسه وتفكيره وصلوا لمرحلة متقدمة أعلى من المرحلة البشرية العادية. مصطلح نيو تايب مصطلح غاندامي، بس يعرفه اللي متابع غاندام. فمثلا بطل أنمي غاندام زيتا، أنمي غاندام زيتا كامير بيدان، كان يحس بحبيبته إذا كانت بخطر، كان يحس إذا جاء خطر على المنظمة شكل، كان يحس إذا جاء خطر على القاعدة ولا إذا في شيء صاير. شيء طبيعي كونان نيو تايب، عشان كذي راح يحس. لذا حالة كونان مشابهة لحالة كامين. والحين هايبرة، إيش فيها بعد هايبرة؟ هايبرة معروف إنها تقدر تحس بأعضاء المنظمة، لهم رائحة تقدر تميزها. بحلقة 289 إلى 290 تشابتر 360 قالت إن حتى أختها يمديها تميزها، يعني حتى أختها لها نفس الرائحة، نفس جين، نفس فودكا، نفس فيرموث، تقدر تميزها هايبرة. قالت هايبرة يمديها تميز آكيمي لأنها تملك نفس الرائحة بعد، لكن هايبرة حالتها مختلفة نوعا ما. فهايبرة أطلق عليها مصطلح مقارب للنيو تايب لكن مع كلمة ثانية وهي سايبر. هايبرة هي سايبر نيو تايب، يعني نموذج سايبري جديد أو نموذج إلكتروني جديد أو نموذج حاسوبي جديد. أفضل كلمة هي سايبر نيو تايب وهي مستخدمة في أنمي غاندام، يعني حالتها غير عن كونان نوعا ما. كونان نيو تايب مو إلكتروني، نيو تايب طبيعي زي بالفطرة. أما هايبرة نيو تايب إلكتروني أو سايبري، نفس صناعي تقريبا.
لكن السؤال هو هل هايبر صارت نيو تايب او اقصد صارت سايبر نيو تايب من قبل المنظمة ام اصبحت تشعر من المنظمة بسبب والديها ميانو واتسوشي؟ إنينا ميانو، اعطوني اجاباتكم بالكومنتات. اذكر قبل يوم شفت حلقة 178 يوم كنن سأل هايبرا، اوي هايبرا يوم كنتي بالمنظمة وبعدين قطع كلامه لان الاستاذة هايبرا تبي تتكلم، تبي تتكلم كنن. عموما كنت افكر انه ممكن بيسألها عن شيء مختبرات او شيء كذا، وفعلا هذا مربط الفرس. عموما هايبر مو نفس كنن، كنن ما يصير نفسية وكأنه يصير فيه هوس لما يحس بحضور كايتو ولا اي احد ثاني ممكن. اما هايبر حالتها غير طبيعية ابد، شفناها يوم تحس بالمنظمة تقلب 180 درجة، صح ولا لا؟ عموما نرجع لمحور حديثنا. في حلقة 178 شابتر 242 كنن تساءل شنو هالمنظمة اللي تعرف عضوتها من خلال شعرة واحدة بس. الظاهر جين زي ما قال فعلا يستطيع تمييز رائحة الخونة، خصوصا ان نوع المفضل شيري، وبرضو ممكن عشان كذا اشك ان المنظمة سوت فحوصات وابحاث عليها ومن خلال الفحوصات صارت فيها هالإحساس او الخوف من المنظمة، لان خوفها مو طبيعي ابد بمجرد ما تحس فيهم كأنها تصير واحدة من مستشفى المجانين. ويوم انقطع كلام كنن شكله كان بيسأل عن الفحوصات والاختبارات وكذا. طبعا احساس شيهو ما جالها وهي متقلصة، بل كانت اوريدي عندها هالاحساس لانها تكلمت عن اكيمي ان شيهو تقدر تحس حتى باكيمي بسبب امتلاكها نفس رائحة الاعضاء. وهايبرا ما قابلت اكيمي وهي متقلصة، او شيهو ما قابلت اكيمي وهي متقلصة. بما ان شيهو تحس بالمنظمة قبل لا تتقلص فهذا يعني انها سايبر نيو تايب، نموذج الكترون جديد قبل لا تصير هايبر. هذا يعني ان شينتي عندها الاحساس بالخطر وبران قبل لا يتقلص. تذكرون بحلقة 131 يوم قالت هايبر كدو انت لا تملك ادنى فكرة انك من ضمن مشروع التوب سيكريت للمنظمة الذي بدأوا بقيامه منذ 50 سنة؟ باعتقادي هذا المشروع هو نيو تايب، الوصول لمرحلة متقدمة من البشرية. أبدا ما هو التقلص، لأن التقلص أثر جانبي غير متوقع للعقار. لذا أحد أهداف المنظمة الوصول للتقدم البشري، ذكاء خارق، قدرات خارقة، قوة خارقة، يعني شيء فوق القوة البشرية العادية، زي فكرة الإنسان المثالي. شنو فائدة هالهدف؟ أكيد صنع جيش لزعيم المنظمة من خلاله يستطيع السيطرة على العالم، زي ما قال أوياما سنسي عن أحد أهداف المنظمة السيطرة على العالم وامتلاك الكثير من الأموال للمنظمة. وللتذكير مرة ثانية، هايبرا سايبر نيو تايب يعني إحساسها إلكتروني أو صناعي وغير طبيعي أبد. لو نقرأ معنى سايبر نيو تايب ويكيبيديا غاندام راح نحصل على التالي: العديد من المشاريع البحثية حاولت إعطاء قدرات نيو تايب أو منحها للأشخاص العاديين. مؤسسة فلاناغان تلعب دورا بارزا في هذه المشاريع البحثية، ونجحت بإرسال عدة نيو تايبس صناعيين، نماذج جديدة صناعية، إلى مهمات قتالية أو معارك ميدانية. نتائج هذه الأبحاث كانت مليئة بالعيوب بشكل كبير، لكن رغم امتلاك العديد من البشر مطورين قدرات خارقة إلى أنهم يعانون كثيرا من انعدام الاستقرار العقلي، اضطرابات بالعقل وقلاقل، قلق شديد وخوف يعني وفزع، يعني شيء فعلا ما هو طبيعي. وأفضل مثال لهذه الظاهرة الشخصية فور. هالشخصية في أنمي غاندام زيتا هي سايبر نيو تايب، نفس هايبر، نموذج إلكتروني جديد. يوم كامل يشغل إحساسه أو يطلق هالته أو أحاسيسه، البنت رأسها يقوم يعورها وتصير بحالة مو طبيعية وتضايق كثير من اليوتاب الطبيعي واللي هو كامل، وتصير في خوف وفزع شديد. ذكركم بحد سو إنها هايبرا. بالله يوم قريته وصف السايبر نيو تايب ما جت ببالكم؟ أظن واضحة، شفتوا كيف خوف وفزع هايبرا غير طبيعي يوم تحس بالمنظمة؟ بالضبط هو خوف وقلق فور
يوم احاسيس نيو تاي بتكون قوية وتطغي عليها طبيعي، لان احساسها وقوتها شيء صناعي عكس الطبيعي والاصل. السايبر نيو تايب تخاف او تتضايق وتتحسس من جانبين. الاول هو اذا اللي خلوها سايبر من المختبرات انغطوا عليها، او اذا ضغط عليها نيو تايب، لذا هذا سبب خوف هايبر المبالغ من المنظمة. وذكرت مؤسسة فلاناغان كيف ترسل اشخاص او جنود المعارك القتالية بسبب قدراتهم الهائلة. هذا بالضبط اللي تبيه المنظمة، ناس خارقة حق معارك، حق مهام، حق تجسس، حق اشياء تساعد على سيطرة المنظمة للعالم. والحين نجي لأكاي. أكاي طبيعي كونه نيو تايب بسبب الشخصية المقتبس منها من أنمي موبيل سوت غاندام شارو أزنا. وياما سنسي أكد أنه يمثله في مقابلته في SDP 10 بلس. شار طبيعة نيو تايب بأنمي غاندام، وأيضا أكاي في كونان نيو تايب. شفنا أكاي رهيب ما عليه كلام، لكن كدليل على أن نيو تايب في آرك اصطدام الأسود والأحمر حلقة 491 إلى 504 تحديدا بشابتر 607، يوم طلب جين من كير إن تقابله عشان تقتله، قالت كير مخططين تقتلونه ويقابلني. قال جين لا، أنت اللي بتقتلين لحالك، فهو لديه حس غير طبيعي، لو شعر بحضورنا سيكشف فخنا. المعنى من كلامه ما يقدر يجيب أعضاء المنظمة كثار حتى ما يكشفهم، رغم أنه سواها وكشف. كشف جين يوم التفت وناظر سيارته، قال بورش سانجو روكوي سويو كتوكا. طبعا حتى لو ما قال جين هالكلام، في دليل آخر كيف يوم قرأ تحركات المنظمة بحلقة 425، يوم صار ورا كيانتي وكورن وجين وفوكا وفيرموث كأنه كان مراقبهم حبة حبة. طبعا ما كان مراقبهم حبة حبة، لأنه لو كان كذا كان على طول أطلق على جهاز التنصت بدون ما حتى يتواصل مع كوغورو، لأن وقتها كل ما كان أكاي أسرع كل ما تأكد المنظمة أكثر أنه فخ من FBI للقاء بهم. لذلك أكاي نيو تايب. والحين عمرو أقوى نيو تايب. طبعا أتكلم عن أنمي غاندام، في شخصية اسمها عمرو ري، هو الشخصية اللي أوياما سنسي مقتبس منها عمرو. عمرو ري في غاندام أقوى نيو تايب عرفته البشرية، هو بطل غاندام، هو الوحيد اللي يقدر على شار، ونفس الحالة في أنمي كونان. عمرو هو الوحيد اللي يقدر على أكاي، لكن شنو الدليل اللي يدل على أن عمرو بكونان نيو تايب غير أن نيو تايب بغاندام؟ في حلقة 578 إلى 581 تشابتر 699 إلى 704 تحديدا تشابتر 702، يوم أوكيا شاف بوربون كان يناظر عادي، بس بوربون حس فيه والتفت له مباشرة من بين الحشد، حس ان فيه احد يناظره. وبرضو بشابتر 704 يوم بوربون طلع من المجمع التفت الدربيل قناصة كورن كيانتي عفوا، ناظر له وابتسم كأنه عارف مكانها أوردي. لذا واضح أكاي وأمورو يقدرون يحسون بعضاء المنظمة، شيء طبيعي يكون من نيو تايب. والحين ما هو مصطلح نيو تايب في كونان؟ في غاندام معروف انه نيو تايب، لكن في كونان ما في مصطلح طلع اسمه نيو تايب، ما اظن اياما سلسل بيستخدم نفس الكلمة. عشان كذا اتوقع مصطلح نيو تايب في كونان هو شيء مثل الرصاصة الفضية شيرفا بوريتو. الرصاصات الفضية المتواجدة للان في كونان هم كونان اكاي. وانا اضيف لكم واقول ان عمورو رصاصة فضية بعد لأن نيو تايب، واجتمع فريق نيو تايب مثلث الرعب في كونان. مثلث الرعب في كونان يمثل مثلث الرعب في غاندام زيتا. في غاندام موجود شار عمورو كامير، في كونان آكاي عمورو كونان. شفتوا كيف التشابه؟ طبعا معروف الرصاصة الفضية السلاح الوحيد اللي يقتل المستذئب، وهذا سبب تلقيب الزعيم لأكاي بالرصاصة الفضية وتلقيب فيرموث بكونان. معروف طبيا الرصاصة الفضية كالعلاج السحري اللي يقدر يعالج أي خلل، ما في مرض معقد وما يعالجه، يعني له معنيين. وبالنسبة لي المعنى الثالث والأقرب لكلمة نيو تايب هو الرصاصة الفضية.
عادي إذا طلعت كلمة جديدة تمثل نيو تايب، لكن بالنسبة لي الكلمة اللي تمثل نيو تايب في كونان حاليا الرصاصة الفضية، عشان كذا أمورو يعتبر بعد رصاصة فضية. طبعا ما زالت في نظريات أخرى مرتبطة بسالفة نيو تايب هذه، لذا انتظروني بالمستقبل. وبس كذا وصلت لنهاية المقطع، أتمنى أن يعجبكم، ولا تنسون لايك سبسكرايب شير، ونشوفكم على خير. جا ما تعشى مينسان.